شهدت الأيام العشرة الماضية تعرض العراق لمنخفضين جويين كان أشدها يوم السبت والأحد الماضيين، وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق شوارع كثيرة بالمياه خاصة في العاصمة بغداد. عراقيون كثر انتقدوا سوء البنية التحتية الذي أدى إلى فيضان الشوارع. لكن هذا الشاب واسمه علي عادل، المعروف باسم علي العراقي، يقول ويقدم نفسه على حساباته بأنه كوميدي، عبر عن انتقاده وغضبه بطريقة جعلته حديث مواقع التواصل في العراق، فقد سجل فيديو يناشد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يطالبه فيه بدعوته للعيش في أمريكا للتخلص من صعوبة العيش في العراق بعد غرق الشوارع. دعونا كيف قال ذلك. جو بايدن بليز هيلب، جو بايدن بليز هيلب مي بيكوز اي ام انجري. اوكي جو بايدن اي ام ليفينج ان عراق يس ان وينتر، بالشتاء ذا ستريت ان رين ذا ستريت ان رين ان وينتر. جو بايدن بليز هيلب مي بليز اي ام انجري. Please invite me, Joe Biden, invite me to New York, Los Angeles, Las Vegas. Please, please, anything in the city. Invite me. Sure, what? I cannot walk. أنا لا أقدر أن ما أمشي. Joe Biden, help me. هذا الفيديو انتشر بشكل واسع. جملته جو بايدن هيلب مي، اي جو بايدن ساعدني، اصبحت ترندا في العراق، فعلق الكثيرون عليها. منهم ابراهيم يقول مسكين هذا الجيل، لا يوجد عنده شيء، لا دوله ترعاه ولا تعليم يعلمه ولا بيت يثقفه ولا مجتمع يحتضنه، تكون النتيجه هذه. الا الله، الا الله المشتكى. وهنا تدوينة نعمة فليح يقول هذا بالصيف كان يصيح ترامب هيلب مي، وهسه بالشتاء جو بايدن هيلب مي، وما دام بالعراق راح يظل يناشد كل رؤساء أمريكا. أما من يسمي نفسه العراقي فيقول محاولة جيدة، بس انتظر بايدن يطيب، لأن اليوم رجلة ملتوية وراها يدز عليك. يدز يعني يبعث لك بالعراقي، أكيد يسوي لك انفايت لتكساس. هنا رواسي لها هذه التدوينة تكتب فيها على هاي المناشدة راح يجي بايدن ركض للعراق، ومشغل أغنية إحنا زلمة جد الجد. أما هنا حارث ناصر فيقول ترى كنا بداخلنا نريد مثل الفرق، هو شفط وصرح بها، واحنا جوز بعد فترة هم نشفط مثله. كانت وزارة الموارد المائية في العراق قد حذرت قبل أيام من تعرض العراق لمنخفض جوي قادم من الحدود الشرقية مع إيران، تأثرت به 7 محافظات في وسط وجنوب العراق مثل بغداد وميسان وديالى وواسط، الأمر الذي أدى لغرق شوارع يعني شوارع مدن وبلدات كثيرة طبعا. لكن الوزارة قالت أن تلك الأمطار ستفيد في ارتفاع مخزون السدود من المياه واتساع الأراضي الزراعية وزيادة منسوب مياه الأهوار. أما الآن فمعنا عبر سكايب من بابل صاحب فيديو مناشدة بايدن علي عادل please help me. عادل، إيش معنى هاي الولايات اللي اختاريتها يعني في الولايات المتحدة؟ في البداية شكرا على الاستضافة الجميلة بهاي القناة، وشكرا لاستراليا، وسعيد جدا بتواجدي وياكم. يعني طفت الكهرباء؟ يعني مو بس مي غرقانين وماكو كهرباء؟ طفت الكهرباء. طب على الأقل سامعيك وشايفين خدودك، يلا تفضل كمل. ثواني لا كمل كلامك، ما تدير بال. يا الله. طبعا الكهرباء طفت. شكرا على الاستضافه الجميله، بس على الاقل اكو مي بالشارع يعني. طبعا طيب علي يلا احكي لنا انه ايش معنى هالولايات اختاريتها مو غيرها؟ للامانه يعني احب لاس فيغاس، واحب نيويورك، واحب لوس انجلوس، يعني خوش مدن المفضلة يعني بأمريكا. طيب أنت يعني قلتها طبعا في إطار يعني الشقة أو المزح، ولكن يعني هناك اهتمام من قبل العراقيين بهذه المناشدة، أنت كيف تشوفها؟ طبعا كلش فرحت. طبعا أنا من نشرت الفيديو وصورته
ما كنت متوقع ابدا انه يشتهر نهائيا، ما كنت متوقع. فبديت انصدم يعني، يوميا انصدم صدمات من اشوف يعني تفاعل الناس، واكو ناس تدعم واكو ناس ما تدعم، وجت الكهرباء والحمد لله والشكر. يعني زين، انت طلبت مناشده قلت هيلب مي على مود الشوارع الغرقانه، الان راح تطلب مناشده على مود الكهرباء، ويبدو ان الاتصال هالمره راح. الو علي، احنا عشنا كل مواقف ازمات العراق، لا انترنت ولا كهرباء ومي بالشارع. نعم. حسب ما افتهمنا يعني حسب هذا اللقاء كلها انحصرت انت. طيب انت برايك راح تناشد على الكهرباء والاتصال الانترنت ولا بس على المي؟ والله هي مشكلتنا احنا بالعراق، مشكلتنا الرئيسيه كهرباء وانترنت. هاي اي شاب يتمنى هاي المشكله، انترنت وكهرباء. يعني هسه انا قدامكم يعني ما اقدر انا ما اقدر لا اصور، ما كل شيء ما اقدر، يعني هاي مشكلات وكلش مشكله، فما اعرف. طيب حتناشد على الاتصالات والكهرباء ولا بس الشوارع الغرقانه؟ والله حسب يعني مرات اناشد، حسب يعني مرات الطخ عندي فكره انه اصور مثلا على المطر، باشر عقب جزء اصور على الكهرباء، جزء صورت انا سبق على الانترنت، صورت على الكهرباء بالضبط. طيب صور على الكهرباء وعلى الانترنت. طيب انت ما متوقع يعني انه بايدن هيلب يو او يساعدك؟ والله لحد الان ماكو اي رد من بايدن، بس متوقع انه راح يصير تفاعل من قبل. والله يعني املك خير. اشكرك علي عادل صاحب فيديو مناشده بايدن، تحدث لنا من بابك. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناه ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها وتعليقك عليها.